طيب ازاي بقى يكون كويس لينا كناس شغاله في البحث العلمي؟ احنا بنشوف، نسال سؤال مهم جدا، هل هناك رابحون وخاسرون من المواجهه مع كوفيد 19؟ السؤال هو ان في ناس بتكسب وفي ناس هتخسر. مين هيكسب ومين هيخسر؟ لما نبص على ده طبعا على الشورت تيرم، يعني على الشورت تيرم مين هيكسب؟ اول واحد الميديكال سبلاي، طبعا هو الميديكال سبلاي الناس اللي بتعمل اجهزه طبيه، ماسكات طبيه، مش عارف بتاع الهاند سانيتايزرز، كل الكلام ده، دول طبعا اكيد الفتره دي هي فتره ويننج جامد جدا. كل المنتجات الزراعيه والاكل اللي الناس قاعده في البيت بتاكل، والناس لازم تاكل، ودي من اولويات الحياه في مدرج يعني مازلو بتاع احتياجات الانسان، فده هيفضل موجود. البيرسونال هيلث كير موجود كويس. احنا الحمد لله النهارده قاعدين، انا قاعد في انجلترا بتكلم ناس في مصر شباب زي الورد، انتوا كلكم كل الكلام ده ثانكس ان احنا في الغالب محتاجين ناس شغاله في الانفورميشن تكنولوجي، ناس بتعمل ابلكيشن زي اللي احنا بنشوفها، موبايل ابس محتاجينها، محتاجين اي كوميرس، محتاجين ان احنا يكون عندنا اقمار صناعيه بتطلع ال 5G وال 6G والحاجات اللي هي بتاعت المستقبل. كل الكلام دي دول هيكسبوا. طيب مين بقى هيخسر؟ طبعا دوله زي مصر فيها سياحه هتخسر جامد جدا. السياحه نفسها فكره سهوله الانتقال، حتى يتم وجود، حتى يكون هناك نيو نورمال، السياحه هتتضرب جامد جدا. والسياحه دي بتضرب في صناعه الافيشن والمارتايم اللي هي النقل البحري والنقل الجوي والعربيات وصناعه العربيات، كل الكلام ده هيحصل فيه يعني ازمه جامده جدا نتيجه الموضوع ده. هي ازمه السياحه عامه كصناعه فيري فولاتايل، انت كان زمان كل واحد يضرب بومبه في اي حته السياحه تقف تماما بالكامل. اي كوميرس يعني الاقتصاد الالكتروني او الاقتصاد اللي هو زي شغل البانكينج والبورصه والحاجات اللي هي زي كده. التعليم هيعاني، التعليم مش يعني طبعا احنا مخبوطين، البحث العلمي تحديدا بيعاني جامد جدا دلوقتي لان الجامعات مقفوله. طبعا الاويل اند جاس انتوا اكيد بتتابعوا الاخبار وكده، الموضوع يعني هيتاثر جامد جدا، ويمكن يكون من اكتر الناس اللي بتخسر في الفتره اللي جايه، خصوصا ان الناس هتحتاج طاقه جديده، يا يعني اما بقى نيوكلير انرجي او حاجه زي كده. طيب انا دلوقتي باحث في مجال البحث العلمي، انا عايز بقى ان انا اعرف اعمل ايه في المستقبل، يبقى انا لازم ابص على الاثنين دول مع بعض، ابص على مين بيدفع الفلوس بتاعه البحث العلمي ومين هيكون كسبان من، او مين مش يعني انا مش عايز اقول كسبان لان هو ما حدش بيكسب من كارثه، لكن مين هيكون كسبان من هذه الكارثه؟ طبعا صناعه الادويه بكل انواعها هتكون يعني من اكتر الناس اللي هي هتستمر وهتنمو، وهيفضل الناس تنتج ادويه لان دي ليها علاقه ببقاء الانسان. الصناعات الطبيه، مجال الطب، يعني هو الازمه دي بينت ان الناس في مصر بتخش كليه الطب مجموع عالي، لان هي فعلا هم دول اللي احنا يعني بعد ربنا بنديلهم ايه القدره ان هم يبقوا مسؤولين عن صحتنا وحياتنا يعني. فبالتالي احنا ده مجال شديد الاهميه، مع الخبطات في مجال الموتور، يعني مجال العربيات، مجال الايروسبيس، هنلاقي ان في مجالات ثانيه بتبدا تطلع زي الكمبيوتر بروجرامينج، الانفورميشن تكنولوجي، كل الحاجات دي يحصل فيها نمو جامد جدا. فانت وانت بتدور انت لازم توائم يعني احتياجاتك، علشان تقدر انك انت، او لازم انت توائم مهاراتك، ولازم توائم تخصصك مع هذه الازمه الجديده، لان هي ستستمر مش هتخلص قريب وهتاخد وقت شويه.